السلام عليكم، صحة فطوركم، صحة شربتكم، صحة رمضانكم وصحة سحوركم. دونك كيما شفتوا اليوم راني جيت نديلكم ردة فعل، وكيما كامل قريتو في العنوان ردة فعل على هاد الناس اللي راهم قاعدين في تركيا، راهم حابسين ما قدوش كامل يوليو للبلاد نتاعنا هي الجزائر. دونك هاد الفيديو واحد الصديق نتاعي راه معاهم تما في تركيا، وراهم راح صور لي واحد لي فيديو وبعثهم لي. قلت نجم دير لنا فيديو وتشوف كيش حنا عايشين. طيب يا باك بروبلم، ابعث لي نتفرج لي فيديو الى ما فيهم حتى حاجة وندير نشوف ونوريو الناس كيفاش. دونك والله العظيم الا كي زفت لي فيديو بزاف شوكي شوكي بزاف، والله تأثرت بزاف. شو غادي نوريكم لا فيديو هاد ردة فعل، غادي نتوما تتأثروا. دعيو لهم دعيو لهم ربي يوفقنا ويوفقهم ان شاء الله، وان شاء الله يديروا لهم حل باش يوليو للبلاد. سيتو 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 ننصحكم تاني، اكدوا لي على داك الطفل اللي غادي تشوفوه صغير اوندي كابي، درت 3 عمليات، شوف كشره راه متوحش الميمه نتاعه صافي، راهم في الكانون جور مازال ما تحركوش. ما نطولش عليكم وغادي نخليكم تشوفوا هذا المقطع الاول. كل خطره نفوت المقطع، وقبل ما نفوت المقاطع هذه نتمنى لكل واحد شاف هذا الفيديو ومازال ما اشتركش معنا في القناه نتمنى ينضم معنا للقناه والعائله ان شاء الله هكذا باش نزيدو نكبروها، واللي راهم مشتركين معنا من قبل نوجه لهم التحيه، شكرا على الدعم تاعكم ونتمنى لكم الخير، واللهم ارفع عنا هذا الوباء والبلاء. ما نطولش عليكم ونروحوا نشوفوا هذه المقاطع. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. صحة فطوركم وصحة رمضانكم. هذه انشغالات بعض الجاليه الجزائريه اللي راه في تركيا حاليا، ودرك يتقدموا بالانشغالات تاعهم وتشوفوا تشوفوا الامر الواقع اللي راه صاري هنا في تركيا، اللي رانا نستنوا في الترحيل منذ اكثر من 40 يوم، وهذه الحاله المزريه اللي راهم عايشينها المرضى. كما هذا ها هو، هذا مع مش حتى مع خوه، والله هذا جاي مع جارو، جايبو جارو ها هو داير عملي 3 عمليات جراحيه، ها 3 عمليات جراحيه. وري نشوف ظهرك روح، لا شوف ها شوف ها ما يقدرش يمشي. اولا تعرضوا للاستفزازات من طرف المؤسسات العلاجيه اللي هي كلش كذب في كذب، معناها تشوفوا معاناه نفسيه وامر الواقع. هذا ثاني مريض، هذا ما يتحركش كاع، هذا مسكين، هذا كاع ما يتحركش، هذا المرافق هذا المرافق نتاعو، هذا المرافق نتاعو. درك واحد كيما هذا يرحم باباكم كيفاش راح يفوت هذا اللي مثلا حسوا بالمعاناه. بسم الله بدنا نبداو الكلمه. بسم الله الرحمن الرحيم. اخواني هنا رانا الجاليه الجزائريه العالقين هنا في اسطنبول، هنا السلطات الجزائريه يعني عملت اللي عليها يعني السفاره وكرات لنا الفندق، ولكن يعني في شويه تقصير يعني من ناحيه الاكل. شوف خاوتي كيفاه راهم يوكلوا فينا، هذا مورسو تاع خبز يعني قطعة، هذه تاع خبز راح ياكلها يعني بشر، انسان صايم يفطر على هالمرسو تاع الخبز هذا، وهذه سباجيتي. حل قدامنا. معقولة. هاي الماكلة هاي. هذا فطور اليوم. هذا الفطور، وجابوا لنا ثاني غداء على حسب ما يقولوا. غداء. غداء احنا صايمين ويجيبوا لنا الغداء، على 12 جاب لنا تاع لي ريسبسيون جاب لنا الروز تاع الغداء، قال لنا تغداو، احنا صايمين. يعني معاناة يعني خالتي ها ها مش قول له نطرح السؤال هذا، قول له سؤال هل يعني الوجبة هذه في رمضان، هذه وجبة تاع يعني شهر رمضان معظم يعني ياكلها مواطن جزائري ولا احد يعني اي مسؤول جزائري يقدر يفطر هالفطور هذا؟ يعني يحسوا بنا رانا خاوتكم، ومكان المحلات يعني مغلقين، يعني ما كانش حتى اللي عنده الفلوس ما يقدرش كيف يشري يعني. ناس خلاص تلاتة، وحنا ما بيناش يعني نهضروا على الماكلة ولا نهضروا، احنا باغيين نروحوا للبلاد. كاين اللي جاي يداوي، كاين اللي جاي يعالج، كاين اللي جاي يعالج، كاين اللي جاي سياحة، كاين اللي جاي طالب، كاين اللي جاي من أجل شغل، كل واحد عنده يعني أمور، كاين تجار راهي انقطعت بين السبل لهنا، علاج فيها أمور كثير يعني، في عائلات، في أطفال صغار، في ناس مرضى، في إن شاء الله ربي يفرج علينا، وإن شاء الله السلطات يعني تاخذ
يعني دير اجراءات ترحلنا لبلادنا وخلاص. احنا هذا ما نطلبه، ما نطلبه ولا شيء. واللي حبي موتها محمد ربع ان شاء الله توحش ماماك يديك العين توحش ماماك يديك العين هذا شو ما اقدر اسمح لك وش قول لسيا طالبوا بسرعه بالتعجيل بالاجزاء ان شاء الله تاعنا تاعنا المرضى تاع تأجيلية لرأي الله نكون نطالبوا بالتعجيل بها نروحوا وخلاص معنا أكثر إحنا خايبين على المرض أكثر من صحيح صح. هذا توحش أمه هذا شو عنده أربع شهور ما هدرش مع أمه وما زال ما شاف لا فتسوي لا فيديو لا ولو أمه ما عنده لا فيسبوك ويتيم ما عنده ولو عمرها 60 سنة ويتيم هذا اللي راكم تشوفوا فيه يتيم هذا يتيم هذا يتيم وين بغيره عنده أربع شهور ولا خمسة ما زال ما شافش أمه ما هدرش معها ما يعرف حتى أمه ما عنده أخوه ما عنده أبوه ما عنده ولد نطلبوا منكم إن شاء الله تعجلونا في بالإجلاء وتأخذوا القضية تاعنا بعين الاعتبار وكش ما تقول كلمة على الأقل إن شاء الله تولهوا وجه المرضى برك يعني وجه المرضى وجه المسنين والكبار هذا مكان إحنا الموتيل هنا الفندق ديدام فندق ديدام في أفجلاء فندق ديدام أفجلاء يعني ان شاء الله يفرج علينا ربي ويرحلونا في اقرب وقت ان شاء الله ان شاء الله في اقرب وقت يا خويا صحه رمضانكم واللي يقدر يبيبلي الماكسيموم يبيبلي يرحم باباكم وصحه رمضانكم وصحه فطوركم وتقبل الله منا ومنكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته كما شفتوا هادو راهم يطالبوا برك بالاجلاء كما شفتوا هذاك الصغير والله العظيم الا مسكين يشف ماشي غير صغير امام راهم معاهم عائلات اطفال نساء ما بغاوش يبانوا في لا فيديو راكم تعرفوا مي شفتوا هذاك الحاله تاع الصغير راه في الدومو ما شافش امه قال لك امه ما عندها لا فيسبوك ما عندها خوه يتيم وراه غير مع واحد مرافق راه مشى معاه ان شاء الله نطالبوا من الناس هادو اللي يشوفوا هاد لا فيديو بالك يكون عندهم كلمه ولا هذه يقدروا يعاونوهم مام قال لك لو كان عند ثاني عندهم سوالده باش يخرجوا يشريوا كل شيء بالله مالغري قال لك الجالي القنصليه قال لك زعما دارت لي عليها خلت لهم لوطيل وهذه مي راك تشوف الاكل كيفاش يجيبوا لهم الاكل قال لك راكم شفتوا في الصوره كيفاش القلب الله يجيب الخير راك تشوفوا هذا الاكل ماشي تاع وجبه تاع رمضان تكون انت مع العائله ولا تكون واش الناس كاين اللي راه يداوي كاين اللي راه كيما قال لك راه طالب كاين اللي راه سياحه راهم هما يطالبوا برك بالاجلاء راهم يطالبوا باش يوليو للبلاد هذه هي دعوا لهم انت بالك الدواء نتاعك تكون مستجابه ادعي لها ربي ان شاء الله يفتح عليهم ان شاء الله بيبان الخير يا ربي وندعو كامل اللهم ارفع عنا هذا الوباء والبلاء ان شاء الله دونك نزيد ما نطولش عليكم ونزيد نفوتوا نعاود الفيديو واحد اخر هكذا باش تزيدوا تشوفوا الحكايه كيفاش راهم هادو في تركيا السلام عليكم انا شويه اوكي الكونسيل واش تجيب لنا وشو هذه زوجت على عشيه باش نعرف باش تعرف زوجت على عشية كونسيل تاع قنطارة هادوما هادوما عباد هادوما إلا هو ياكل رمضان حنا ما ناكلوش رمضان وهاهي إلا يفطر هو بهادية ياخو نفطرو معاه ما عندناش مشكل نفطرو معاه إلا هو يفطر بهادية إلا ينجم بهادية كلها هاي أروح حتى أروح أروح هاي هادية وتزيد لي حتى للمغرب باش تشوفها هادية حتى للمغرب وها هو مرسو خبز هادي هي هذه هي الا راكو انتوما قلتوا لهم اعطيوا لهم هديه ماشي مشكل تبيتني في اوتيل سان في طوال وتوسي لي هديه وهاي هذا لا جابوه عزوج عزوج حنا صايمين عزوج جابوه عزوج ما هذا حتى المغرب باش ناكلو ومن بعد الاخر يجيبوه بعد ساعه خليه للسحور هاي دوك حنايا يا سيد الرئيس الى شوفوا كيفاش تريقلوا هاد العباد هادو تاعكم تاع الكونسيلا اللهم بارك ما تشوفوهاش احنا مغدوان وليو ناكلو رمضان اون لايف ديرك ناكلوه وانتوما اللي تحمل المسؤوليه وعليك هاد الفطور هذا والله العظيم غير غدوه غير ناكل لايف وندبروا راسكم كيما شفتوا هذا ثاني راه وجه رساله قال لك شفتوا عندهاش راهم يزفطوا لهم الماكله على الزوج ما راش ماشي المومو نتاعها وراكم عارفين باللي جزائريين مسلمين يصوموا وشتو شا يعطيهم قالك شويه بطاطا وشويه تاع الروز ويجيبوه لهم عند الزوج باش تاكلها على المغرب عاود على التسعه قالك يجيبوا لهم ثاني
سي غراف هادي ما نقدرش ما تقدرش ديرها حتى انت تكون مغترب ولا تكون كاع مسافر هكا ما تقدر لهاش فاهم. الله دعوا ربي يوفقهم ان شاء الله وربي يشوف هاد الجاليه هادي تاعنا ربي يقدرهم ان شاء الله يا ربي والله العظيم القلب الله غالب هذه هي. دونك ما نزيدش نطول عليكم ونزيدو نفوتو الفيديو الثالث باسكو راهم كاين حز جوج ولا ثلاثه تاع لي فيديو مازال باقيين نزيدو كل خطره نفوتو الفيديو وتشوفو ثاني نشوفو دروكم فوتو الناس من بعد اللي كانوا يباتوا في لوطيل عاودوا ولاو يباتوا برا شوفوا وحدين كانوا بايتين برا تشوفوا كش راهم. نشوفوا او دا دكتور عند الاوتيل غران بالاس شباب راقدين شباب الجزائري شتو راهم راقدين الله يجيب الخير ان شاء الله. انا نوجه رساله دعيو لهم برك حتى اللي راك تشوف هذا الفيديو ادعي له ادعي له تفكر كي تكون تاكل في الطابله ادعي له ان شاء الله يا ربي يا ربي اللهم ارفع عنا هذا الوباء والبلاء ان شاء الله والله يفرجها عليهم ان شاء الله يا ربي. كل انسان شاف هذا الفيديو ما تخليهش يحبس عندك بارطاجيه بوسيبل يوصل انا هذا غير المنقول ماشي انا راح تصورت ولا راني نزيد ولا برك رسلوا لي لا فيديو هادو راني درت ردة فعل عليه باش نتوما تشوفوا الناس كش راها عايشة فاهم ماشي باريزون حنا سيتادير حجر صحي ولا شوفوا تاني الناس كش راها عايشة في الخارج الله غالب تهادو ماذا بهم كون قال لك كون صبنا حنا رحنا مع العائلة نتاعنا وحنا عايشين باللي جابه ربي الحمد لله يا ربي. مازال نزيدو نشوفوا واحد اخرين. السلام عليكم صحة شحوركم صحة رمضانكم خاوتنا حنايا نشكر بزاف هنا في غروند بالاس نشكر بزاف واحد كيما يقول لك ناس رجال خفاء اللي بيتونا مده 4 ايام وحنايا رانا في الشارع دوكا ماذا بينا دوكا تشوفوا لنا حل في اقرب الاجال وحنا الناس اللي رانا مرميين في الزنقه لهنايا وماذا بينا تبيتونا كيما راهم الناس بايتين هنايا وماذا بينا اليوم او غدوه تبيتونا يعني في اقرب الاجال. نشكر هذا الانسان ثاني وجه لكم رساله راه يشكر فيكم ويطلب منكم باش تشوفوا لهم حل هكذا اللي عنده اقرباء في تركيا ولا عنده اي واحد ولا يتصل بهم هكذا الله يجيب الخير الله يجيب الخير. دعيوا لهم ربي دعيوا لهم ربي الله يوفقهم ان شاء الله واللهم ارفع عنا هذا الوباء يا رب ان شاء الله يا رب. يا خوتي كما شفتوا هذا رد فعل على هاد الجزائريين اللي راهم عالقون بتركيا ان شاء الله ربي يشوف فيهم راكم تشوفوا لا مأكولات وراهم طالبين الطلب الوحيد اللي راهم طالبينه هو بالإجلاء راهم طالبين يوليوا لبلادهم كل واحد يولي لبلاده. ادعيوا لهم ربي يوفقهم ان شاء الله ان شاء الله نتمنى يدخلوهم يديروا لهم طائره سبيسيال يدخلوهم يديهم كاشبورتي لا كارونتين يدخلوهم الحجر الصحي 14 يوم يشوفوهم الى ما راهمش كونطاميني ولا ولا راهم ما راهمش مراض يديهم للعائلات نتاعهم هذه هي حتى هما ما راهمش باغيين يزيدوا على السفاره نتاعنا تما بتركيا بانقره ما راهمش باغيين يزيدوا لهم ثاني التعب ويزيدوا لهم راهم يدعوا لكم برك دعيوا لهم كما قال لك برك هاد الناس المحسنين وهذه بالك انت ولا هادي ولا اي واحد يشوف هاد لا فيديو يدعي لهم بالك ربي يرفد علينا هاد الوباء ولا نشوف لهم الحل نتاعهم ان شاء الله. دونك هذه هي كنا اليوم مع هاد ردة الفعل ان شاء الله تكون عجبتكم وما تبخلوش علينا باللايك بكومونتير زوين في وجه هاد الناس اللي شفتهم في وجه داك الصبي الصغير اللي ما شافش امه هادي دومو. دونك هذه هي الى عجبك لا فيديو وباش تعرفوا هذا الفيديو منقول برك انا ما صورته ما درت اي حاجه هادو غير انسان رسل لي هذا لا فيديو ودرت ردات الفعل عليه وسيتو داك الطفل الصغير كتلني بزاف. دونك هذه هي جماعه راحنا وصلنا الى نهايه هذا لا فيديو ان شاء الله نتمنى تنضموا معنا في هذه العائله تاعنا هي هشام نبيل ان شاء الله نكبروها وتزيد تكبر. الى عجبتكم هذه رده فعل نبقى اشاك فوا اي واحد تكون عنده اي حاجه يهود لتحت كومونتير يعطينا الراي عليها وحنا نديروا عليها ان شاء الله فيديو. ما عليا غير نقول لكم صحه سحوركم صحه فطوركم صحه شربتكم وصحه رمضانكم ان شاء الله ونحبكم بزاف والله ما رفع عنا هذا الوباء. دونك ما عليكم السلام عليكم